السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفه جديده مع شي وتلاله. في الوصفه نتاع اليوم ان شاء الله غادي نديروا حاجه جديده، دونك ماشي كاين عندنا في الجزائر، دونك اللي هي الصفيحه ولا لحم بعجين اللي يديروها تراكا ولا سوريين. دونك بالنسبه للمقادير حاجه سهله كاينه في كل دار. دونك غادي نبدا. دونك بالنسبه للخضر انا هنايا عندي 3 حبات كبار تاع البصل، 3 حبات تاع الطوماطيش. هذا سي با اون اوبليغاسيون، انا درت هذا الشي بور لوكو ماهوش حار، تقول ديروا فلفله في بلاصته. وعندنا رز ربطه تاع واحد نص، عندنا ثلث الكاس تاع زيت الزيتون ولا الزيت كيما تبغوا، زينه تاع الثوم، كميه تاع فيون داشي، مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري. بالنسبه للزيبيس عندي مغرف كبيره تاع بابريكا، مغرف صغيره تاع الحرور، ومغرف تاع الملح. دونك ليتس كو بور لا بريباراسيون. دونك انا هاد الخضره اللي كنت فيها غادي كيما نطحنها في الروبو غادي نديرها فيت في ونعاود نرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك هنايا بعد ما طحنت كاع المكونات غادي نزيد لهم كميه تاع فيون داشي اللي عندي، نزيد لهم مغرف كبيره تاع طوماطيش كونسونطري، غادي نزيد لهم مغرف صغيره غادي نزيد مغرف تاع بابريكا، اللي بغي يحرر يحرر. غنزيد لهم مغرف صغيره تاع ملح ولا نص مغرف كبيره، وغادي نزيد ثلث كاس تاع زيت الزيتون ولا زيت نورمال تورنوسول كيما تبغوا. نخلط هاد المكونات كافي رحمه. دونك هاولا الخليط تاعنا كيما راكم تشوفو فيه. دونك انا معليا غير نحطو على جهة ونرجعو باش نديرو لاباط تاعنا. بالنسبة للعجين حاجة سهلة، عندنا نفس الكاس اللي ضاينا نعبرو بيه، غادي نعمرو كاس ونص تاع الما دافي، مغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، أنا عندي غي هادي، ونزيد له مغرف كبيرة تاع السكر، ونخلطو. هاد المواد تاعنا ومن بعد نزيدو لها نفس الكاس اللي عبرنا به الماء، غادي نديرو فيه دونك كاس، نفس الكاس اللي عبرنا به، نديرو كاس ونص تاع الفارينة، نفس الكاس اللي عبرنا به، ونخلطو. دونك كيما راكم تشوفو هنا غادي تجينا خليط ليكيد، معليا غير نغطيه بوندون 15 مينوت باش هاديك الخمارة تفاعل، نعاود نرجع لكم من بعد. دونك هنا راني رجعت لكم من بعد ما الخليط تاعنا هدا تفاعل، شوفو كي زاد الفوليوم. غادي نزيد عليه نص كاس تاع الياغورت، واللي ما عندوش الياغورت يزيد عليه نص كاس تاع الرايب، انا درت له نص كاس تاع الرايب. ندير له مغرف تاع ملح، مغرف صغيرة، ونزيد عليه زوج كيسان كيما اللي عبرنا بهم تاع الفارينة، هنا راني ندير قدامكم الفارينة باش تعرفوا على واش راني نهضر. زوج كيسان تاع الفارينة وإلا خاص نزيد. نبدا نخلط، راهي تلمدت. دونك كي تلمدني هاديك العجينة نزيد عليها ربع كاس تاع الزيت، الزيت العادي،
ثاني نخدمها بزيت. Direct. Ok, maintenant tu reviens. Hadi hiya. Hadi natana. C'est le sort, ça me suis bizzef. Hadi na, on retombe. دونك هنايا غادي نوجد ان بلاطو اللي نحط فيه هذوك الكورسات تاعي ونبدا العجينه تاع هادي نبدا نقرص فيها كيما راكم تشوفوا كيما حبيت المندارين ولا ابخي تبغوا تكبروهم ولا تسخروهم كما تبغوا كي لي بغوا كبار دونك هنا شوفوا شحال قطعت لي كميه لاباس بها غادي نديرها الفرينه من الفوق نخليها تريح باش نقدر نخدمها فاسيلمون دونك هنا نبدا نجيبو العجينة اللي حطيناها خطرة الأولى نديرو شوية فرينة ونبدا نخدمو فيها إلا نحلوها ديك قاع رقيقة شوفوا كيفاش راهي فريمون سوبل البلاطو بالنسبه لطريقه الطهي تقدروا ديروها في الفوغ ولا طيبوها في طاجي انا جو بريفير نديرها في الفوغ شعلوا عليه من الفوق ومن تحت يكون الفوغ درجه حراره مرتفعه نجيب هاديك لافارس تاعي غنجمع ميكونش لاباس بيها ندير باغتو إلا مساعدتكمش المعروف تقدر تخدمو من بيديكم تاني نشوفوا هنا حاجه سهله نبدلو بها شويه شوفوا هنايا نهار نقلها سو طيبوها في الطاجين كما قلت لكم عشان هيك ديروها الطاجين اللي قديروها البلاح باش تطيب من الفوق ولا ديروها طيبوها في الفوق شعلوا من الفوق نتاعها باش تطيب ضربه واحده اي فوالا دونك انا هذه دخلها الفوق نرجع نخدم معكم حدا اخرى ونخدم وحده اخرى ونعاود تاني ندخلها للفوق دونك هنايا الصفائح تاعها راني خرجتهم في دورة راني خرجتهم شوفو كيفاش جاو شوفو نعطيكم برك نصيحة باش يقعدو طرايا غادي نديرهم فوق بعضاهم كيما هاك
نديرهم فاتي كويسون، نديرهم في ساك تاع بلاستيك باش يشدوا لي هذاك الحمان ويقعدوا طرايا. الو راني رجعت لكم هنايا بعد ما كملنا الصفايح تاعنا ولا كما بغيتو تسموهم، دوك كاميرا كيما راكم تشوفو فيهم. غادي نوريكم حبه كيفاش جات، قادرين نمرروها كيما راكم تشوفو كيفاش جاو دايرين. صفا سهله، نتمنى برك بتجربوها نتبدلو فيها الغوسات في رمضان. دونك انا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، غادي غير نقول لكم الخضره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم. سلامه.